بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين ووالديهم يا أكرم الأكرمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن حكمة تشريع عيادة المريض أن يعتبر الزائر بنعمة الله عليه بالعافية، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ويعتبر بحال المريض. هذا فيما يتعلق بالزائر. المزور أن يدعى له بالشفاء والعافية، ومن أحسن الأمور أنه ينفس له، يعني ما يؤيس من روحه وحاله، يقول له: اليوم أنت أحسن من أمس، اليوم وجهك جميل، أنت فيك طمأنينة، فيك كذا فيك كذا، لأن التنشيط لنفس المريض من أسباب العافية، والإنسان يكون متأولا، يعني يقول: إن اليوم أنت أكثر عمل من أمس، لأن الله متعك فسح لك في الأجل، فذكرت الله عز وجل ودعوته وأديت فرائض من فرائضه وكذا وكذا، فأنت أحسن باعتبار الموازين وباعتبار الآخرة والتذكرة. ومن الآداب في هذا إن الزائر إذا أحس من المريض رغبة في سعة المجلس وطول المقام، أنه يوسع الصدر عنده ويأتي بكلام فيه حكمة وفيه فائدة وتذكرة تسلية، حتى أنه يؤنس المريض ويخفف عنه ما يجد من ضغط المرض. وإذا أحس من المريض بنوع من الحرج والتعب
تثاقل لمن يتأخر عنده فهو يعجل ويستأذن، يكون أدى الذي عليه ويستأذن. كذلك أن يحتسب الزائر برقية المريض والدعاء له، الرقية أن ينفث عليه بشيء من الهواء معه شيء من الريق كذا، ويقرأ شيئا من القرآن سورة الفاتحة فإنها الكافية الشافية، كذلك خواتيم سورة البقرة، وإن قرأ 10 آيات من سورة البقرة الآيات 5 الأول ثم آية الكرسي وآيتين بعدها والآيتين الأخيرتين 10 آيات، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن من قرأ هذه 10 الآيات على المريض أو على نفسه أو في ورده فإنها تبتعد عنه الشياطين، ما كان في المجلس والمنزل يخرج وما كان خارج لا يدخل. ومن ذلك لو صار الإنسان فيه شيء من المس والصرع فإن هذا مما يبعد عنه الشياطين، ولذلك ينبغي أن تكون هذه من الورد اليومي في الصباح والمساء. ومن ذلك أنه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات على المريض وينفث ويفعل ذلك 3 مرات، لو قرأ الفاتحة 7 مرات بعدد آياتها وما تيسر من القرآن، فإن القرآن كله شفاء ورحمة، يكون فيه رقية للمريض تطيب نفسه، ولعل الله تعالى أن ينفع بها ويجعلها سببا لرفع المرض. كذلك أنه يدعو المريض دعاء، يقول مثلا بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، يقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعيذك بعزة الله وقدرة من شر ما تجد تحاذر، يكررها 7 مرات، يقول اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يقول اللهم ربنا الذي في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل من رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع المريض أو على هذا الوجع فيبرأ. وإذا قال عنده 7 مرات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفيك ويعافيك وهو لم يحضر أجله، فإنه يمن الله عز وجل عليه بالعافية. من ذلك اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، فينبغي الإنسان ينفع أخاه المريض بما يؤنسه ويوسع صدره وبما يخفف عنه الألم وبما يشعره بمودة أخيه وحنيته عليه وشفقته عليه. وإذا أنه وضع يده اليمنى على الموضع الذي يألم منه المريض على رأسه على جسده يسأل وين الموضع الذي يؤلمك ويضعها عليه ويدعو له اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، فهذا نافع بإذن الله من أسباب العافية. ولو أن بل إصبعه هكذا ثم وضع على شيء من التراب الطاهر ثم وضع على موضع الألم قال بسم الله ربنا بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فهذا مما ينفع الله به، لأن الإنسان مخلوق من تراب، ولعنصر تراب بلده وسكنه تأثير في جسمه
وسبب أو تسبب في عافيته، مثل ما إن قوت البلد أنفع لأهل البلد مما يستورد لهم، وهذا معروف من قديم الزمان. فقوت كل أهل البلد الذي ينبت في أرضهم أنفع لهم مما يستورد لهم ويجلى من مكان بعيد. فهكذا التربة لها أثر في هذا. فإذا اجتمعت التربة التي خلق منها ابن آدم وهي أصله، واتباع السنة، والدعاء، وتلاوة الشيء من كلام الله جل وعلا، اجتمعت أربعة أسباب من أسباب العافية. إن أذن الله تعالى بأن يترتب المسبب وهو العافية على الأسباب انتفع المريض بإذن الله، وألا يكون الزائر أدم عليه ونصح وأشفق على أخيه واحتسب يؤجر على هذا أجرا عظيما. ومن ذلك أنه لو قال في نفسه بينه وبين نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى أخي وأسألك له العافية، فإن هذا يكون من أسباب العافية أيضا. فإن من رأى المبتلى وسأل الله العافية لنفسه والعافية للمبتلى فإنه لا يكاد يصاب بهذا البلاء، جاءت بذلك آثار. فهكذا ينبغي المسلمين أن يتوادوا ويتواصلوا وأن يعودوا مريضهم وأن يشفقوا عليه وأن يفسحوا له ينفسوا له في الأجل، ما يحطموه ولا يظهروا يأسهم من حاله مهما كان، يعني لأن الله عز وجل أمر بيده إذا أراد أمره فإنما يقول له كن فيكون. في الحديث القدسي الصحيح إن الله تعالى يقول إني قد قيدت عبدا من عبادي بقيد من قيودي، فإن أشاء أطلقه وإن أشاء أقبضه. ويقول الله عز وجل للملائكة عليهم السلام إني قيدت عبدا من عبادي كذا، ويقول لهم اكتبوا له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيحا مقيما، فضل من الله جل وعلا. فينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأمور وهذه المشاعر وهذه المعاني العظيمة، ويحذر من موضوع تيئيس المريض من حاله أو إشعاره بقرب أجله، حتى لو كان يريد أن ينبع الوصي والله أنا شايف أن وصيتي أمس وقبل أمس وأنا كل ما أخذت يومين ثلاثة عيدة من أجل إبراء الذمة ومن أجل الإعانة على وفاء الدين إبراء الذمة وكذا وكذا، ما يجعل هذا خاص بالمريض حتى قد يفهم المريض أنه ميؤوس منه. لا، يقول ترى من عادتنا أن كل أسبوع كل يومين ثلاثة نراجع وصيتنا نجدد فيها نمسح الماضي ونجدد اللي حصل جديد، وهكذا نحدد ما سددنا من الدين حتى يخف عنا بالتدريج. جزاك الله خير، راجع وصيتك وعاون أهلك وكذا وكذا كذا، ترى كنت قريب من الله جل وعلا، والله لطيف بعباد يرزق من يشاء القوي العزيز، ترى دعائك مستجاب، ادع لنا جزاك الله خير وادع لنفسك. هكذا يكون يصير فيه لطف وفيه أدب وفيه تنفيس للمريض، تخفيف عليه من أعباء المرض وإظهار التلطف به والعناية به والشفقة عليه. والحكيم الشاعر يقول فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حتى آخر الدهر، فلا قوة الصحة والنشاط يدل على بعد الأجل، ولا شدة المرض وثقله يدل على قرب الأجل. النفوس مؤجلة بآجال في علم الله جل وعلا. من استنفد رزقه واستنفد ما كتب له من العمر واستنفد عمله رحل، حتى ولو جالس تغدى وهو نيم وهو كذا وكذا. كم شاهد الناس من أناس يغادرون الحياة وهم واقفين عند الإشارة تضيء لهم الضوء الأخضر،
وآخرون وهم يأكلون يشربون، وآخرون وهم في النوم، وآخرون بكذا وكذا، ما يجعل أن المرض علامة على الموت. لا، المرض تذكرة وقيد من قيود الله له حكمة، ومن ذلك تعريف العاقل بنعمة العافية، ومن ذلك أنه يفرغ العاقل مع نفسه فراغا اضطراريا حتى يراجع، لا يكون قد ظلم أحد بشيء من عرضه أو ماله أو كذا أو كذا، أو قصر في واجب لله عليه، أو أصر على معصية، يجعلها الله فرصة للإنسان. وموت الفجأة في الغالب أخذة أسف، لا سيما للظالمين، موت الفجأة أخذة أسف، لكنه للمؤمن شهادة، كالطاعون وغيره فهو شهادة، المرأة تموت في نفاسها شهادة. ينبغي للناس أن يكون عندهم يعني سعة أفق ولطف في القول وأدب ولين عبارة وسعة صدر وهكذا، حتى تكون الزيارة مفيدة ونافعة في أمر الدين وفي أمر الدنيا وفي أمر الآخرة والخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، ويرزقنا الإخلاص لوجهه ما نأتي وأنا ما نذر، وحسن اتباع نبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يحسن الخواتيم وينجينا من النار، ودخلنا الجنة مع الأخيار ووالدينا ولاة أمرنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم.